في بداية حديثي أود أن أوجه تحية فخر واعتزاز لجميع النساء السوريات المضحيات من أجل الحياة الحرة والديمقراطية. كما تعلمون في هذه الأيام نودع سنة 2022، سنة النضال والمقاومة. حقيقة هذه السنة مليئة بالإنجازات والخطوات الإيجابية والمواقف والأعمال والجهود الجبارة من مسيرة نضالنا في مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل. فمن خلال المهام والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقنا أمام هذه المرحلة المفصلية من عمر الأزمة السورية، وفي ظل تزايد هجمات وتهديدات الدولة التركية باحتلال أراضٍ جديدة من سوريا، فبالرغم من كل هذا عملنا خلال هذه السنة على حل عدة قضايا ومسائل متعلقة بواقع أو بشأن المرأة السورية، وأيضا عملنا على ترسيخ أفكار وبرنامج حزب سوريا المستقبل الذي يسعى منذ تأسيسه إلى يومنا هذا إلى حل الأزمة العالقة في سوريا وأحداث التغيير أو التحول الديمقراطي المنشود من قبل أبناء وبنات الشعب السوري. إلى جانب ذلك، من خلال مبادئ وأهداف مجلس المرأة عملنا في الساحة الاجتماعية، حيث كان لنا عدة فعاليات ونشاطات مهمة وقيمة أيضا لحل قضايا المرأة والصعوبات التي تعترض طريقها، وأيضا من أجل تمكينها وتوعيتها وتنظيمها في كافة مجالات الحياة ولا سيما الحياة السياسية، لكي تضمن حقوقها وتمثل وجودها في تشكيل دستور سوريا الجديدة وفي دفع العملية السياسية لحل الأزمة السورية. فمن أبرز الأعمال والنشاطات التي قمنا بها خلال هذه السنة هو عقد ندوات حوارية ومحاضرات فكرية لجميع النساء في المجتمع. إلى جانب ذلك عقدنا عدة ملتقيات حوارية، وكان من أهمها هو لكيفية ترسيخ الديمقراطية النسوية في الداخل السوري، وكان له نتائج قيمة جدا. وأيضا قمنا بعدة حملات توعوية وفكرية، منها اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والثامن من آذار أيضا، وكان لنا حملة تحت شعار نظمي قاومي حقق الحرية. إلى جانب ذلك قمنا بعدة ورشات عمل لفضح سياسات دولة الاحتلال التركي وإبراز أهمية حرب الشعوب الثورية، وقمنا بالقيام بعدة وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم قتل النساء وهجمات الدولة التركية على مناطق شمال شرق سوريا والأراضي السورية بشكل عام. وبهذا نستطيع بأن نقول قد حققنا جزءا من نضالنا التنظيمي والإداري والسياسي في مسيرة عملنا، ولكن ما زلنا نواجه بعض التحديات والصعوبات التي تعيق من استمرارية عملنا بالمستوى أو بالشكل المطلوب. فمنها سياسات الأنظمة الحاكمة كالنظام السوري الذي لا يقبل ولا يعترف بوجود قضية المرأة ولا يعترف بدورها في مواقع صنع القرار أو في حكم الدولة السورية. فحقيقة هذا التحدي مهم وصعب، ولكن يتطلب منا حله بشكل جذري. وأيضا النظام التركي الذي يعمل ليلا نهار من أجل استهداف جميع النساء القياديات والسياسيات في مناطق شمال شرق سوريا، فالهدف هنا هو لضرب كل الإنجازات التي حققتها ثورة المرأة، سواء كانت على مستوى عالمي أو إقليمي أو في سوريا، وأيضا لإفشال أو إجهاض جميع القوى والمشاريع الديمقراطية والأحزاب السياسية في المنطقة. فما واجهناه خلال هذه السنة هو حرب شرسة، حرب عنيفة، حرب ضد النساء، حرب بعيدة كل البعد
عن جوهر الأخلاق والقيم الإنسانية، ولا تهدف لخدمة حرية المرأة أو تحقيق أي نوع من أنواع الديمقراطية، بل إن صح التعبير أو إذا حللنا بشكل صحيح نسميها الحرب الخاصة التي مورست على واقع النساء وبين صفوف الشعب السوري. وأيضا التحدي الآخر الذي واجهنا هو العادات والتقاليد السلبية الناتجة عن العقلية الذكورية، سواء كانت من العائلة أو من الرجل بحد ذاته. فهذا مما جعل عملية البناء التنظيمي وتنمية قدرات النساء السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية بطيئة نوعا ما في مسيرة عملنا خلال هذه السنة. فبالرغم من كل هذه التحديات والصعوبات التي واجهتنا، ما زال نضالنا ومقاومتنا مستمرة، وحزبنا حزب سوريا المستقبل يولي أهمية كبيرة لدور المرأة الرائد والطليع فيه. ولكن هذا لا يكفي، إنما نحن نعمل على وضع الخطط المستقبلية للعام القادم، لأننا ما زلنا بحاجة إلى مساحة واسعة من الوعي والإدراك السياسي والإداري لفهم الجوهر الحقيقي لقضية المرأة النابعة من فكر الأمة الديمقراطية. وأيضا نحتاج إلى رؤية نسوية سياسية جامعة لكل النساء السوريات، وقادرة على مواجهة حرب السلطة الذكورية والأنظمة الحاكمة. وبهذا الشكل نستطيع أن نقوي ونعزز نضالنا ودورنا ومهامنا في بناء استراتيجية جبارة لحماية مكتسبات ثورتنا، ثورة المرأة في مناطق شمال شرق سوريا، وتطويرها وترسيخها في مناطق الداخل والخارج السوري أيضا. فرسالتنا في عام 2023، نأمل خلال هذه السنة بأن تكون سنة أمان واستقرار وسلام لجميع أبناء وبنات الشعب السوري. فحقيقة نحن على يقين وأمل وإيمان تام بأن تكون سنة 2023 سنة الاعتراف بالإدارة الذاتية وانتصار قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، بإخراج المحتل التركي من كافة أراضينا السورية. ونحن كمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بدورنا سنسعى جاهدات وسنعمل بكل ما بوسعنا ليلا نهار من أجل دعم ومساندة أي انتفاضة أو ثورة نسائية في أي مكان أو أي زمان كانت أو في أي جغرافية من أنحاء العالم، وندعم جميع القوى والمشاريع الديمقراطية التي تسعى لتحقيق العدالة وحرية الشعوب المضطهدة. فكل عام ونساء سوريا الأصيلات بألف خير، كل عام وحزبنا حزب سوريا المستقبل بألف خير، وكل عام وأنتم بخير.